السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، ويتجدد بنا وبكم اللقاء، اللقاء الأسبوعي في برنامجكم الكرة في أسبوع. دي تاني حلقة لينا هذا الموسم على شاشة قناة الصحة والجمال. بنتمنى إن شاء الله تكون حلقة دسمة وفي نفس الوقت خفيفة على قلوبكم بإذن الله. طبعا احنا فقراتنا بتبقى عديدة، هيكون معانا طبعا كالمعتاد الفقرة الأولى بنتكلم على النتائج للدوري الممتاز، طبعا لازم نمر كده مع بعض على نتائج الكرة المصرية والدوري المحلي. معانا أيضا في فقراتنا الطبيعي الممتاز به، طبعا احنا عارفين ان الدوري الممتاز به الدور الأول انتهى، احنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن الجولة القادمة، طبعا لسه الدور الثاني لم ينطلق بعد، فهذا اليوم مش هنتكلم على الممتاز به، هيكون بقى نصيب وافر للقسم الثالث. معانا ثلاث مجاميع دفعة واحدة، مجموعة بحري وفي المجموعة السابعة والمجموعة الثامنة. نجمنا أحمد مجاهد نجم الكرة في أسبوع جايب لنا تقريرين النهاردة، تقرير من بلده كفر البطيخ، تقرير من القسم الرابع هنعرضوه النهاردة إن شاء الله، وفي تقرير في القسم الثالث كانت مباراة دمياط وميت الخولي. التقريرين معانا النهاردة إن شاء الله. بنشكر أحمد مجاهد على المجهود اللي بيقدمه لنا في الكرة في أسبوع. طبعا معانا محللنا الدائم، أصغر محلل رياضي وفني والملقب بالنقد الرياضي الجميل، الكابتن شيكا، هيكون معانا إن شاء الله بعد الفاصل وهيستمر معانا طول حلقتنا إن شاء الله. معانا نجم جميل جدا من جايلنا من اسكندرية، الكابتن إسماعيل شاهين، مدرب وكيل لاعبين، هنتكلم معاه بالتفصيل. وموضوع حلقتنا النهاردة على فكرة يا جماعة الاستثمار الرياضي، هنقول نتائجنا في الدوري وهنتكلم على الاستثمار الرياضي وازاي انت كابتن اسماعيل بتتعامل مع اللعيبة كوكيل لاعبين. معانا ايضا نجوم هنخلوها مفاجأة، اتنين لعيبة، لاعب في نادي الترسانة في البراعم ولاعب ايضا في نادي السكة الحديد السكندري، هيكون معانا في الفقرة الاخيرة. هنتكلم بالتفصيل الممل في كل الاخبار الرياضية طبعا في فقرتنا الاولى مع الكابتن شيكا. عارفين طبعا يعني في بعض الاخبار كده هنقولها في عجالة. الأهلي بيواصل الصدارة بجدارة، طبعا عارفين النادي الأهلي كانت مباراة قوية جدا أمام طنطا واستطاع أن يتغلب على طنطا أبناء السيد البدوي بخماسية نظيفة، كانت قاسية جدا على الكابتن أيمن المزين. طبعا الكابتن أيمن المزين من المدربين الأكفاء في القسم الثاني وصعد فرق كتير، ولكن هارد لك. الزمالك بيعود بقوة وبيظهر قوته على نادي الجونة، ماتش كان سهل جدا، الكل كان متخوف من الجونه، طول عمر الجونه بيقدم مباريات قويه قدام الزمالك، ولكن الزمالك كان قوي جدا وكان نجم المباراه الكابتن شيكابالا. المقاولين العرب بيحافظ على الوصافه، دي الظاهره اللي موجوده هذا الموسم، ان نادي المقاولين يعني يمكن فاضل اقل من 3-4 مباريات ونادي المقاولين ما زال مستمر في الوصافه، متمسك بها بقوه. نادي الزمالك بيزحف الى مركزه المعتاد الثاني ان شاء الله. هنكمل اخبارنا لما نستقبل ضيفنا الكابتن شيكا، لان اخبار كتير ولازم نشارك فيها الكابتن شيكا ان شاء الله. هنطلع لفاصل قصير ونستقبل الكابتن شيكا ونتكلم على نتائج الدوري الممتاز، نطلع لفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستقبل ضيفنا المعتاد، ضيفنا الجميل الكابتن محمود نايل الشهير بشيكا. كابتن شيكا منور الكره في اسبوع. حبيبي يا كابتن محمد، طبعا بتشرف طبعا ان انا مع حضرتك النهارده في البرنامج الجميل الكره في اسبوع. احنا بنتشرف بيك كابتن شيكا، محلل دائم ان شاء الله لكره في اسبوع. طبعا كنا بنتكلم في بدايه حلقتنا، كنا بنقول الاخبار مع بعض، اخبار الدوري الممتاز. فضلنا نكمل اخبارنا مع وصول الكابتن شيكا. كابتن شيكا، احنا طبعا في البدايه نوهنا في عجاله عن ان الاهلي بيواصل الصداره بجداره، نادي الزمالك بيزحف بقوه الى المركز الثاني ثم القمه كمنافس قوي مع نادي الاهلي. الظاهره اللي موجوده هذا الموسم، اتكلمنا على المقاولين العرب، في عجاله كده شايف الوضع ازاي قبل ما نتكلم بالتفصيل على النتائج؟ لا طبعا طبعا الف مبروك للنادي الاهلي الفوز ال 11 ليه على التوالي في الدوري الممتاز. طبعا مبارك طبعا لنادي الزمالك، دلوقتي بقى عنده 24 بونت، يعني فاز على ماتشين ورا بعض مع المدرب الجديد كالترون، يعني
كالترون، حلاوته اللي هو عامل حاجه كويسه طبعا في النادي، اللي هو عامل بدايه التدوير دي كانت شغاله معاه، وكانت شغاله مع كابتن مؤمن سليمان، بس ما حالفش الحظ كابتن مؤمن سليمان لاصابات اللعيبه. فان يبقى بارك طبعا لنادي الزمالك ونادي الاهلي. وطبعا زي ما قلت نادي المقاولين لعب 13 ماتش عنده 29 نقطه، يعني متفوق على الزمالك وفريق كويس وفريق محترم. كابتن شيكا، عايزين نستعرض مع حضرتك كده في البدايه الجوله 13، النتائج الاسبوع الماضي. اف سي مصر كان يوم السبت مع المقاولين العرب وانتهى 3-1 للنادي المقاولين. طبعا نادي حرس الحدود وسموحه تعادلوا 0-0، المقصه وانبي 1-1، الاسماعيلي وطلائع الجيش فوز الاسماعيلي 2-1 على طلائع الجيش. طبعا دجله والانتاج الحربي 1-1، طبعا الجونه ونادي الزمالك 0-2، ودي كانت مباراه يعني في قمه الروعه. طبعا طبعا الاهلي وطنطا الماتش طبعا طلع 5-0 للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كان متفوق 1-0 لحد اخر حوالي تلت ساعة، وبعد كده 4 أهداف. المصري أسوان 2-2، الاتحاد بيراميدز 1-1. كابتن شيكا، خلينا نتوقف على مباراة الأهلي وطنطا. لسه بنتكلم بنقول النادي الأهلي كانت النتيجة 1-0 من ضربة جزاء حسين الشحات، واتصدت وتردت وجاب جول. المباراة كانت صعبة حتى آخر نقول 15 دقيقة، وما تعرفش إيه اللي حصل، اتفتحت الشباك 4 أهداف متتالية. هل ده قلة خبرة لنادي طنطا، ولا طنطا طمع في المباراة وفتح خطوطه؟ لا، طنطا في البداية كان نازل يعني حذر جدا، طبعا بيلعب ضد نادي كبير نادي الأهلي، يعني فريق كبير جدا طبعا في أفريقيا، فنازل قدامه يعني مش خايف، لا الآن عايز يطلع بالتعادل، ولو حلف الحظ وجات هجمة مرتدة ممكن يجيب هدف. لما دخل في الهدف الأول فضل متوازن شوية لحد الشوط الثاني، لحد حوالي ربع ساعة من الشوط الثاني. بعد كده لما الأهلي جاب الجون الثاني خلاص بقى النتيجة فتحت معاه. طنطا فريق كبير، وكما قدم مباراة قوية جدا الأسبوع قبل الماضي أمام نادي الزمالك. أول الزمالك تفوق عليه 3-2 في آخر حوالي دقيقة، جون أحمد سيد زيزو يعني. جون زيزو كده في الآخر. طيب، شايف استعراض القوة لنادي الزمالك في مباراة الجونة؟ الكل كان متخوف إن نادي الجونة أغلب لاعبيه من النادي الأهلي، والكلام اللي هو طبعا اعتقد ان هو ملوش لازمه، الحقد ومش الحقد، مفيش حقد، ده لعيب عايز يثبت وجوده، اهلاوي وزملكاوي، بيموت نفسه قدام القلعتين، القلعه الحمراء والقلعه البيضاء. نادي الجونه ايضا قدم مباراه قويه، ولكن الزمالك كان اقوى. لا، هو الزمالك في الماتش ده طبعا كان عايز يثبت نفسه، يعني كان فايز على طنطا وعايز يكمل المسيره بتاعته وعايز يفوز على نادي الجونه. نادي الجونه بفريق مش قليل، وكان الماتش ده في الجونه يعني في الشوط الاول كان يعني الجون اللي جه في الاول برضه بتاع شيكابالا بدأ ادى الريتم شويه وفتح الريتم لنادي الزمالك. بعدها الجونه سيطر شويه، ولكن الزمالك اول ما جاب الجون الثاني يعني الريتم بدأ يهد بتاع نادي الجونه، وعشان كده الزمالك تفوق 2-0. كابتن شيكا، قبل ما ندخل مع بعض على جدول الترتيب، ماراثون ضربات الجزاء في مباراه المصري واسوان، شفت المباراه؟ 4 ضربات جزاء طبعا. ضربه مهدره من نادي المصري وبعدها 3 ضربات جزاء. شايف ان حكم اللقاء العدوي كان كفاءة في هذه المباراة ولا فلتت منه؟ لا طبعا الحكم كان كويس، أول مرة تحصل في الدوري المصري 4 ضربات جزاء في لقاء طبعا، ويعني بس بصراحة نادي أسوان هو حدث قبل كده كان 5 ضربات جزاء في مباراة مع مباراة قبل كده مش متذكر مين، كان في 5 ضربات جزاء، ولكن دي تاني مباراة بتحسب فيها 4 ضربات جزاء. بس نادي أسوان طبعا ضربات جزاء طبعا، بس نادي أسوان أنا أحب أتكلم عنه شوية، لاعب مباراة جامدة جدا طبعا ضد نادي كبير نادي الاتحاد، نادي كويس جدا، لاعب ضده ماتش قوي جدا ضد نادي المصري، كان ماتش قوي جدا طبعا، ويعني احنا شفنا المصري طالع من يعني طفره يعني حوالي على ماتشين 3 ماتشات مش عارف يفوز. ايوه انا عايز اقول لك على حاجه، المصري مش في حالته. ايوه 3-4 ماتشات مش عارف جلال يفوز. العمليه صعبه شويه، يعني انا اعتقد من وجهه نظر متواضعه ان ايهاب جلال مع احترامي مضغوط، في حاجه في الكواليس مش واضحه، ضغط عليه مش عارف يفكر في مباراة صعبة جدا أمام نادي الزمالك المصري. أنا أعتقد إذا أراد الله أن الزمالك يتغلب على المصري، أعتقد إيهاب جلال مش هيكمل مع المصري. مدرب كويس جدا على فكرة ومدرب ممتاز، يعني طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، بس نادي المصري مش ده النتائج اللي احنا مستنيينها منه، نادي كويس جدا بينافس طبعا طول عمره على المربع الذهبي مع نادي الزمالك ومع النادي الأهلي ومع الإسماعيلي، فاحنا يعني برضه احنا مش منتظرين النتائج دي من نادي المصري، عايزين الدوري يبقى قوي طبعا عشان نتفرج عليه كلنا. مباراة اتلعبت لصالح نادي الزمالك، الاتحاد وبيراميدز. فريق الاتحاد وفريق بيراميدز هم اللي وراء نادي الزمالك، طبعا الاتحاد فرط في الوصافة وفرط في المركز الثالث بالنتائج الأخيرة، ولكن هذه المباراة كانت في استاد حرس الحدود في الإسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. شايف المباراة ازاي؟
المباراة دي طبعا كانت المفروض تتلعب في ملعب اسكندرية، ونظرا لسوء احوال الملعب طبعا اتنقلت لنادي حرس الحدود. يعني الاتحاد وبيراميدز لعبوا لعبة يعني على الزمالك، يعني الزمالك دلوقتي هو المستفاد الوحيد من التعادل بتاعهم 1-1. يعني بيراميدز كان لو كان كسب الاتحاد كان طلع اعلى منه، كان فارق ما بينهم وما بين بعض نقطتين. كابتن شيكا معانا مداخلة عزيزة إلى قلبنا طبعا، الكابتن عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر نادي مصر الوافد الجديد للدوري الممتاز. كابتن عبد الناصر السلام عليكم. سلام ورحمة الله، ازيك كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ومرحب طبعا بالكابتن شيكا. حبيبي يا كابتن. حبيبي كابتن عبد الناصر. حبيبي يا كابتن محمد. في البداية كل سنة حضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم كده وعلى مصر كلها يا رب ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك كابتن. كابتن عبد الناصر محمد، الكل يشهد بكفاءة الكابتن عبد الناصر محمد مدير فني كفاءة نادي مصر هذا الموسم، نادي وافد جديد للدوري الممتاز. طبعا بعض النتائج مش ماشيه كويس، نادي اف سي مصر هذا الموسم حتى هذه اللحظه في المركز ال 15 ب 11 نقطه. حضرتك عندك مباراه قويه جدا غدا امام نادي انبي، استعدادات نادي ان شاء الله، استعدادات نادي اف سي مصر مع الكابتن عبد الناصر. والله الحمد لله احنا يعني هي النتائج طبعا احيانا بتبقى كويسه واحيانا لا، طبيعي لفرقه لسه جديده في الدوري الممتاز، شغاله بامكانيات مش عاليه قوي يعني متوسطه الحمد لله، لكن النادي عنده طموح كبير ان احنا السنه دي نبقى كويسين ان شاء الله في الفتره اللي جايه. انت عارف احنا برضو حوالينا برضو فرق عريقه بقى لها سنين في الدوري الممتاز وفرق عريقه تحتينا كمان، فدي حاجه يعني شايف ان النتائج معقوله، يعني النتائج منطقيه بالنسبه للنادي. احنا طبعا مستعد بكره، احنا في معسكر دلوقتي عشان مباراه انبي ان شاء الله بكره، مباراه قويه طبعا. الكابتن حلمي طولان عدل من شكل انبي كتير الفتره اللي فاتت، لكن احنا ان شاء الله مستعدين كويس، يا رب نرجع بنتيجه ايجابيه. عملنا مباراه وديه بعد المباراه اللي فاتت عشان اللعيبه اللي كانت بره يعني تاخد حساسيه المباريات. بكره في تعديل في التشكيل، في يعني الناس اللي بيجتهد بيدخل، ان شاء الله كده يا رب نكون مستعدين كويس، عارفين طريقه لعب ام بي وهم اكيد عارفيننا وحافظيننا واحنا حافظينهم. المجتهد اكثر ان شاء الله ربنا يوفقه بكره باذن الله. كابتن عبد الناصر، هل في صفقات جديده لنادي اف سي مصر في انتقالات يناير؟ احنا دخل معانا لاعب برازيلي مهاجم اسمه ايجور، هو معانا من اول السنه لكن كانت بطاقته الدوليه ما وصلتش، لسه واصله من يومين الحمد لله تأيد، بس لسه يعني مش هيبقى موجود في المباراه دي. بنحاول نشوف لسه، يعني احنا ما بنفاضل ما بين بعض المراكز لان احنا كنا مستقرين ان احنا نجيب فراوده، لكن انا عندي يعني فراوده عددها لا باس به وخصوصا مع دخول ايجور. بحاول اشوف هاف يمين وبحاول اشوف احتمال حارس مرمى او مساك، لسه يعني بنفاضل ما بين الاهم بالنسبه لنا ان شاء الله. يعني لو جبنا حارس مرمى مواليد 99 كويس، يبقى هنجيب مكانين تانيين لان 99 هيتقيد تحت السن. لو ما قدرناش نجيب 99 كويس ممكن نجيب حارس مرمى يعني فوق السن ومثلا مركز الهاف يمين ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد الناصر قبل ما اختم المداخله مع حضرتك، توقعاتك لمباريات القادمه لنادي الاهلي والزمالك في افريقيا، شايف ان الزمالك والاهلي ان شاء الله هيكملوا؟ ان شاء الله خبراتهم يعني تكفي ان هم يكملوا، خبرات الاهلي والزمالك بيتعرضوا لمواقف دي كتير، واعتقد ان هم لا هم من الفرق العريقه طبعا في القاره الافريقيه، وانا شايف هو موقف الاهلي اصعب شويه، لكن الاهلي فرقه كبيره جدا طبعا ومن اعرق الفرق في افريقيا، فاكيد هيقدروا يعدي الكبوه اللي هم فيها في افريقيا. والزمالك اعتقد ان هو داخل بخطه ثابته، الزمالك بدا يفوق الفتره اللي فاتت، انا شايف ان الاثنين هيعدوا ان شاء الله باذن الله، وممكن يبقوا ليهم يعني تواجد في المباراه النهائيه باذن الله. ان شاء الله كابتن عبد الناصر، وان شاء الله ربنا يوفقك غدا مباراه صعبه امام نادي انبي، وتكون معانا في القريب العاجل ان شاء الله في الاستوديو باذن الله. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يكرمك. شكرا شكرا كابتن عبد الناصر. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا شكرا. بنشكر الكابتن عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي اف سي مصر. طبعا كابتن شيكا، مباراه صعبه امام انبي غدا. انبي فريق كويس جدا طبعا، بس طبعا نادي اف سي مصر لسه صاعد السنه دي، فرقه كويسه جدا يعني، فرقه بتمتاز اللي بتلعب كره على الارض، يعني خط الهجوم بتاعها قليل شويه، بس ان شاء الله زي ما الكابتن عبد الناصر قال لنا هيزيد ان شاء الله عنده في الهاف وفي الهجوم، فانا بتمنى لهم الخير طبعا ان شاء الله، ويعني الفوز حالفهم بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الترتيب كده في عجاله كابتن شيكا، النادي الاهلي. الاهلي عنده 33 بونت، لعب 11 مباراه، المقاولين 29 بونت، الزمالك 24،
الاتحاد 22 بونت، بيراميدز 20، حرس الحدود طبعا 18، سموحه 18، الانتاج 18، الثلاثه يعني من المركز السادس للمركز الثامن يعني متقاربين. عندك نادي انبي 17، الاسماعيلي 17، المصري 16 بونت، الجونه 12، عندك مصر المقاصه طالع، الجيش اف سي مصر 11 بونت، دجله 10، طنطا 10، اسوان 9. طبعا احنا كنا بنعرض مع بعض الترتيب، وطبعا هنطلع لفاصل قصير ونرجع ان شاء الله في بعد الفاصل هيكون في تقرير ونستقبل الكابتن اسماعيل شاهين. نطلع لفاصل ونرجع لكم ان شاء الله. ولكن المنطقه الدفاعيه، الله الله الله، الأولى حضرت عن طريق كهرباء دمياط، هنا الفولت كان عالي ولكن ذهبت عن طريق اللاعب حمص، يسجل اللاعب عمرو الكرداوي، هناك عرضية في منطقة الجزاء، الله الله الله، بنيران صديقة هناك تأتي عن طريق الفريق الباحث، وجاء الخبر العاجل عن طريق قفر البطيخ يا سادة يسجله، وهناك داود، داود والحمادي، الحمادي وداود، الله جول 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 جول، الهدف الثاني يا سادة يأتي هناك كالعادة عمرو الكرداوي، الله 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 على الفلو، الله على الهدف الحلو، هناك يسجلون، هناك يمتعون، والهدف الثاني من أجمل، الله الله، كراميت كراميت، الله الله الله، هناك مكاوي 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 مكاوي، الله 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 الله، مكاوي مكاوي مكاوي، هناك الحاوي مكاوي يسجل هدف، وجاء الخبر العاجل عن طريق محمد مكاوي مسجلا الهدف الثالث، الله على الكرة، الله على اللمسة، الله على المتعة، بداها عبد الرحمن. شكرا جدا يا كابتن احمد، متشكر لحضورك. الرسالة اللي بوجهها للجمهور النهارده، جمهور اللاعب رقم واحد، الداعم الرئيسي لنا، وقود المباراة دايما معانا في كل مباراة، بشكر جمهور كفر البطيخ العظيم، بشكره دايما على تواجده معانا، شكرا لهم، وانا بودي كل مباراة ادخل السرور والفرحة بالنسبة لهم، لان هم ناس بتيجي معانا في كل مكان، فانا فرحتي الاولى لفرحة جمهورنا الجميل. الف مبروك كابتن احمد، والف مبروك لنا كلنا، والف مبروك لكل جمهور كفر البطيخ ومجلس الاداره واللاعبين، الف مبروك. كابتن محمود، ايه رايك النهارده في اللقاء؟ لا النهارده الحمد لله اللقاء ده احسن من اللقاء اللي قبله بكتير، فرقه لعب الكوره النهارده على الارض، وكنا كان شغالين في الفتره الاخيره في التمرينات، فالحمد لله النهارده كان المستوى كان كويس، والحمد لله اللي احنا النهارده عملنا كل الشغل، اللعيبه نفذت كل التعليمات اللي كابتن طارق واحنا اتكلمنا عليها في التدريبات اللي فاتت. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير الجميل اللي جابه لنا احمد مجاهد من محافظه دمياط. احمد مجاهد من المراسلين المجتهدين، معلق رياضي جميل، بنشكرك يا ابو حميد، ان شاء الله تكون متميز جدا. طبعا كابتن شيكا مازال مستمر، ولكن حل علينا ضيف جميل وكيل لاعبين محترم اسمه الكابتن اسماعيل شاهين. كابتن اسماعيل، منور الكره في اسبوع. ده نورك يا كابتن محمد، واول حاجه ابارك لك على البرنامج الجميل، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. انت ساعان ولا ايه؟ لا والله لا، ما انا عايز اصحك يعني، انت مدرب وكل لاعبين يعني اكيد بتبقى دافعين على طول. اتمنى ان انا اكون ضيف خفيف على حضرتك وعلى الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله. نكمل كابتن شيكا قبل ما نروح للكابتن اسماعيل، نتطرق للجوله ال 14 اللي هتبدا بكره. انبي بكره ان شاء الله عنده مباراه مع نادي مصر طبعا الساعه 2:30، ويوم وعندنا طبعا الانتاج مع حرس الحدود الساعه 5، سموحه مع الاسماعيلي الساعه 7:30، طبعا عندنا المقاولين مع الاهلي الساعه 7:30 يوم الاحد ان شاء الله، عندنا انبي مع عندنا اسوان مع دجله ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 2:30، عندك طلائع الجيش طبعا مع الاتحاد السكندري الساعه 5، الزمالك مع المصري الساعه 7:30 يوم الاثنين، عندك يوم الثلاث طنطا مع الجونه الساعه 2:30، يوم الثلاث برضه ان شاء الله عندنا بيراميدز مع المقاصه الساعه 7:30. ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله يكون هذا الاسبوع والجوله 14 تكون قويه عامره بالاهداف، عايزين متعه، ما عندناش جماهير ولكن بنتمنى ان يكون عندنا متعه من اللاعبين. كابتن اسماعيل وكل لاعبين تمام،
خلينا في البدايه نعرف الكابتن اسماعيل شاهين منين، محافظتك، لعبت فين، عرفنا الدنيا معاك. والله القصه طويله قوي قوي قوي. لا ما احنا مش هنطول، ان حلقتنا كرويه بتجري. ما انا على السريع. اولا بدايه حياتي لعبت في بلديه المحله مع كابتن طارق غيده، ثم انطلت للمقاولين العرب مع الكابتن جمال سالم وسعيد الشيشيني، ثم لعبت برضو في اتحاد الشرطه مع الكابتن ضياء بصمة، ولعبت برضو موسم في الشرقيه. انا ابويا تعب معايا كتير، والفتره اللي جايه ان شاء الله هتبقى خير. تعينت برضو في سكه الحديد مدرب، تمام، وكل لعيبه برضو، ومدير فني اكاديميه يونتوس بالاسكندريه. جميل. كابتن اسماعيل بتتعامل ازاي مع اللاعبين انت وكل لاعبين اللعيبه بتجيلك؟ اولا انت بتتعامل معاهم ازاي؟ هم بيوصلوا لك ازاي؟ والله ما هم بيوصلوا لي عن طريق اللعيبه اللي انا بوديها انديه، هي بتعرف مين الوكيل الكويس من اللي هو مش كويس. هو بيقول لي يعني فتره يناير في لعبة كتير راحت انديه، السموحه، اتحاد، الترسانه، بناء على ان هم راحوا انديه بيكلموني. والاهم من اللعيبه، اللعيب بيبقى عايز عامل نفسي، ليه عامل نفسي؟ من بين اللعيب والمدرب، طالما العلاقه كويسه من بين المدرب واللعيب، اللعيب بيحبه. اكيد. ودي احلى من اي حاجه كمان. اكيد. هرجع لك تاني كابتن اسماعيل. كابتن شيكا، بطوله ابطال افريقيا عندنا مباراتين، يعني حاجه صعبه جدا، نادي الزمالك ومازيمبي طبعا يوم 24 يناير، والنادي الاهلي طبعا اترحلت المباراه ليوم 26 يناير. شايف حظوظ نادي الزمالك وحظوظ نادي الاهلي ازاي؟ طبعا انا ببارك طبعا لفريق لمنتخبنا المصري النهارده، الفوز طبعا على نادي كينيا الاول في بطوله كره اليد النهارده، فوزهم طبعا في البطوله 44-19 على نادي كينيا النهارده، ويا رب ان شاء الله كده يكملوا على خير ان شاء الله وياخدوا البطوله. تاني حاجه طبعا عندنا ماتش الزمالك مع مازيمبي يوم 24 يناير، مباراه صعبه جدا طبعا لنادي الزمالك هنا في مصر عندنا، يعني ديت بمثابه الصعود لنا. الزمالك لو كسب مازيمبي هيبقى عنده 10 بونت، هيبقى كده صعد رسمي ان شاء الله. الترتيب يمكن هيبقى معانا على الشاشه حالا في بطوله افريقيا في المجموعه الاولى نادي الزمالك، شايف قول لنا الترتيب كده كابتن شيكا. طبعا مازيمبي الاول عنده 10 بونت، الزمالك عنده 7، زيسكو عندها 2، وجوستو عندها 2. شايف هنا طبعا مازيمبي عنده 10 نقاط والزمالك 7. الزمالك محتاج مباراه. الزمالك ان شاء الله لعب مازيمبي، لو كسب عنده مازيمبي يبقى هو كده متعادل معاهم في النقاط، هيبقى 10-10، وهتبقى ان شاء الله صعده خلاص رسمي. لان انت عندك برضو زيسكو تحت مع يعني 2 وجوستو 2، يعني خلاص يعتبر الاثنين بره اللعبه. كابتن اسماعيل، المجموعه الثانيه اللي فيها النادي الاهلي، الموقف صعب جدا للنادي الاهلي. الترتيب قدامك كده، قول لنا الترتيب. هو النجم الساحلي 9 نقاط، الاهلي 7، الهلال 6، بلاتينيوم نقطه واحده. هو الاهلي عنده ماتشين، لازم الجدول طبعا معانا على الشاشه، اتفضل. لازم يفوز ماتش ويتعادل علشان يصعد. طبعا كابتن اسماعيل شفت الكلام الاخير، وان النادي الاهلي ومباراته الصعبه واللي ولعت كده قبلها امام الهلال بموقف الكابتن حماده صدقي، انت شايف الموضوع ازاي؟ والله انا شايف الاهلي برضو هيقدر برضو يرجع، والاهلي بتاع الازمات الصعبه، وان ان شاء الله هيفوز المباراتين اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله. هو الكل متوقع ان شاء الله قوه النادي الاهلي اللي بيظهر، او النادي اي نادي في مصر بيظهر عند الشدائد، الاهلي مطلوب منه تعادل وفوز ان شاء الله. الكل المصريين، زمالك، اهلي، الكل الاطياف بتتمنى الفوز للزمالك وتتمنى الفوز للاهلي. ان شاء الله الاهلي هيكتاس عقبه النجم الساحلي، وهي دي الاساس، لان ما قدرتش تفوز على النجم الساحلي انت بره البطوله، وبعد كده نفكر في الهلال. والاهلي يا كابتن، الاهلي في احلى حالاته. الاهلي لا، بس هو مش احلى حالاته في افريقيا بصراحه. لا، ولا دوري، ولا الدوري كمان، يعني في اخر ماتشين ليه في الدوري. بس يا كابتن شيكا، انت عشان انت زملكاوي، انت منتمي للزمالك، عشان منتمي للزمالك. لا، هو الاهلي هيرجع وهيبقى 10 على 10. بص يا كابتن اسماعيل، احنا نتمنى كابتن شيكا زملكاوي النادي. لا لا لا، مش بغض النظر عن الزملكاوي، احنا خلينا نتكلم في الواقع. كابتن شيكا فعلا هو مشكله النادي الاهلي في افريقيا. النادي الاهلي لو كان كسب بلاتينيوم هناك كان صعد رسمي. كان خلص بلاتينيوم، ما خدتش غير بونت واحد من الاهلي، ده مش بقلل من شان الاهلي طبعا. كابتن محمود الخطيب كان موجود في التدريب الاخير، اول مره يظهر غضبه، حفزهم طبعا وحفز اللعيبه وقال لهم مش معقوله نادي كبير زي النادي الاهلي يبقى يتحط في الموقف ده، يبقى انا محطوط في حزبه بيرما لو ما فزتش، لو ما حضرتش. فالموضوع صعب جدا شويه. ان شاء الله بنتمنى الفوز للنادي الاهلي والفوز لنادي الزمالك، لازم كلنا نبقوا مع الفرق المصريه. هنروح لمداخله كده سريعه
مع الكابتن اشرف جمعه المدير الفني لغزل كاف الدار. كابتن اشرف السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته كابتن محمد، ازي حالك حبيبي؟ حبيبي كابتن اشرف، نمسك الخشب فور توليك المهمه خلف الكابتن احمد امين، ثلاث مباريات متتاليه انتصارات، ان شاء الله نتمنى ان الكل يساند الكابتن اشرف ونادي غزل كفر الدوار. ان شاء الله. والله يا كابتن يعني احنا هنكمل المسيره بتاعت الجهاز السابق ونشتغل وربنا يقوينا. يعني يوم انا برحب بحضرتك وبرحب بالكابتن شيكا والكابتن اسماعيل. حبيبي يا كابتن حبيبي فاهمني. فالمهم دعواتك يا كابتن محمد، وان شاء الله تعرف كفر الدوار اسم كبير، وان شاء الله يعني كفر الدوار هيرجع لمكانته الطبيعي تاني. انتوا عندكم مباراه امام اسكندريه بترول امتى يا كابتن؟ انا عندي بكره ان شاء الله اسكندريه بترول في الدخيله ان شاء الله. ان شاء الله المباراه هتتلعب والاجواء كويسه ولا لسه في امطار؟ لا والله لحد دلوقتي الماتش على كده مفيش حاجه، قالت لنا الملعب هيتلعب. تمام يعني. انت استعديت ازاي لهذه المباراه؟ والله انا عملت عندي كان الملعب اجرت ملعب بره وعملت تمرينتين وربنا يسهل حاله. وانت كلاس يناير في بعض اللعيبه بيخلصوها، وان شاء الله تيجي تحضر بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن اشرف، وباذن الله اذا اقيمت المباراه غدا والاجواء كانت كويسه هيكون في كاميرا الكره في اسبوع ان شاء الله في ملعب الدخيله في اسكندريه بتؤازر نادي غزل كفر الدوار وتكمل مسيرتك ان شاء الله. ان شاء الله. وتشرفنا كابتن محمد، وان شاء الله يكون عند حسن الظن ان شاء الله. ان شاء الله. الف الف شكر كابتن اشرف جمعه، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. يمكن كابتن اسماعيل الوقت ضيق جدا، يمكن احنا ان شاء الله هنطلب بعد كده من اداره القناه احنا نزود وقتنا لان الوقت بيجري سريع. كابتن اسماعيل حابب تقول ايه كوكيل لاعبين، تكلم لعيبتك تقول لها ايه قبل فقره كابتن اسماعيل ما تنتهي؟ والله اللعيبه عموما الاستثمار، في استثمار نوعين حضرتك كنت انا وانت برضو بنتكلم قبل في الكواليس، كنا بنتكلم عن الاستثمار صح. استثمار الاولاني زي اللي هو تركي الشيخ، وثانيا الاستثمار اللي هو بتاع الانديه. تمام. يعني برضو الاستثمار برضو في لعيب برضو بيدفع فلوس، في نوادي برضو بتبقى على قدها ورئيس القطاع مش معاه فلوس هيعمل ايه؟ في بياخد من كل لعيب مثلا حاجه بسيطه، عشان دلوقتي كده اللعيب بقى غالي والماتشات والملاعب، دلوقتي لازم اللعيبه برضو بتساند النادي. كابتن اسماعيل احنا لازم يكون في حلقه خاصه عن الاستثمار الرياضي وتكون معانا من اول الحلقه، لان مش هينفع تيجي وقت ضيق جدا وكده، ولكن ان شاء الله كابتن اسماعيل هيكون معانا بقوه في الاسابيع القادمه. ان شاء الله. حابب تقول ايه في ختام فقرتنا مع حضرتك؟ والله اولا اشكر ربنا ثم والدي الحاج ابراهيم وعم يحيى والكابتن محمد شاهين وعلي شاهين وعماتي برده، الناس دي برده كوتش تابت معايا برده، ومحافظتي برضو كفر الشيخ ومركز اللين منشيه شبراتو، وودي برضو لحضرتك برضو متابعني واقف معايا برضو ان شاء الله. انت محترم برضو كابتن، وانا اتشرفت برضو وبشكر الجمهور برضو، وان شاء الله برضو من مزيد ان شاء الله هتكون معانا في الحلقات القادمه وتاخد حقك، لان ده مش حقك في الوقت ده، لان انت عندك كفايه ان انا شفتك بس النهارده. كفايه ان انا شفتك ابو الكباتن. يمكن فقره الكابتن اسماعيل عدت بسرعه، احنا لسه متكلمين وبنقول احنا هنزود حلقاتنا ان شاء الله. هنطلع لتقرير جابه لنا ايضا الكابتن احمد مجاهد من كفر البطيخ، مباراه في القسم الرابع كانت حالا النهارده ويمكن حصريا للكره في اسبوع، والصحه والجمال. هنطلع للتقرير ونستقبل نجوم الرياضه ونجوم اللعب الجميل رياض نجم سكه حديد. نطلع للتقرير ونرجع لكم مره ثانيه. الله، المتعة حضرت، وهنا الهدف الأول على يسار الشاشة، وأتت لقطة الفرح بحديث الفرحة هنا عبر تلك الكرات. حبيبي الله يبارك فيك، الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بطاقة بنت. اي نعم، يعني الاداء مش المطلوب قوي من اللعيبه والكلام ده كله، بس طبعا النهارده كسبنا دخول لعيبه جديده جت لنا في يناير. عندنا السقه لعيب كويس، فاروق كويس جدا، ظهر النهارده مستوى كويس. طبعا عطيه البلقاسي راجل برده معروف ودخل في وسط الناس النهارده، فيعني ان شاء الله باذن الله الفرقه جايه. الاداء مش هو، الناس زعلانه من الاداء والكلام ده كله، بس احنا في مرحله اهم حاجه عندنا 3 بونت، دول اللي احنا بندور عليهم، ودول هدف دمياط في ان هو يطلع من الـ من الـ من المشاكل اللي هو فيها في الجدول لمركز ثاني ولا حاجه، ربنا يكرم ان شاء الله. وباذن الله الموسم الجاي بقى نفكر بقى ان احنا نشتغل على الفرقه من بدري، وربنا يكرم ان شاء الله. يعني بالنسبه للاصابات وبالنسبه للكلام ده، مع الحمد لله رب العالمين، يعني كان في اصابات قبل كده كتير جدا، دلوقتي يعني يعتبر الاصابات كلها
مفيش حاجه مهم. الحمد لله اول حاجه على الثلاثه بونت الاداء ما كانش على قد النتيجه. الفرقه جايه عامله زوم من اول دقيقه وواحد صفر مش نتيجه يعني كبيره، بس احنا اهم حاجه عندنا ثلاثه بونت. كنا الدور الاولاني يعني بنعمل اداء كويس بس ما كناش، كان الحظ مش محالفنا والحمد لله. اول حاجه على الثلاثه بونت، بنلعب على المكسب مش على الاداء. الله يبارك في حضرتك والحمد لله على كل شيء. وطبعا نادي دمياط مكانه في الممتاز به وفي أندية الكبار ولعب دور ممتاز كتير، فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله كلها مكسب ان شاء الله، ونقدر نخلي نادي دمياط في مركز متقدم ان شاء الله، والسنه الجايه باذن الله يبقى في صعود باذن الله. شايف النهارده الفرقه قالت عليها النهارده؟ والله كل واحد عمل اللي عليه، وطبعا ما فيش لاعب عاوز يخسر، وكل الرجاله اجتهدت وعملت اللي عليها. حته بقى المكسب دي بتاعه ربنا، والحمد لله ربنا كرمنا بجون، واحنا اهم حاجه عندنا الثلاثه بونت، مش يعني اهم حاجه عندنا الثلاثه. الله يبارك فيك. الحمد لله اول على الفوز، الحمد لله ثلاثه بونت كويسين الحمد لله. ابتدينا نحط رجلينا بس الاول كده على الطريق كده ان شاء الله، ومكسب بيجيب مكسب كده ان شاء الله، ثلاث مكسب ورا بعض كده، فربنا كده يسهلها وتكمل معانا على خير ان شاء الله. في عندكم اصابات؟ عندنا غيابات كتير، عندنا غيابات وعندنا اصابات وعندنا مشاكل، عندنا حاجات كتير، بس الحمد لله ربنا يعني ده خير. الفرقه كلها عندنا زي بعضها، كله زي، مفيش فرق بين اساسي وما عندناش اساسي وما عندناش احتياطي، كله زي بعضه، اللي بره زي اللي جوه، يمكن اللي بره افضل كمان واحسن من اللي جوه، بس الحمد لله رب. ورجعنا لكم بعد التقرير، بنشكر كابتن احمد مجاهد وتقرير جميل من كفر البطيخ لسه خالص حالا من اقل من ساعتين ثلاثه. نستقبل ضيوفنا في الفقره الاخيره، رياض نجم نادي السكه الحديد، منور رياض. منورك يا كابتن. ومعانا نجم نادي الترسانه من براعم الترسانه 2006 محمد رمضان. اهلا محمد. حبيبي منورين الدنيا. حبيبي رياض. الوقت ضيق جدا ايضا، ولكن انا مش بكهربك عشان تتكلم، ولكن عايز اقول انت وصلت ازاي لنادي السكه الحديد؟ والله انا بدات في مركز شباب وتور، لعبت في سنه كان الكابتن ايمن ناجي ماسكنا، رحت نادي مقاولين طنطا حصمصان، لعبت في سنه مع الكابتن علي عرفه، رجعت تاني اطور مع الكابتن النجم مؤمن الدبور، طبعا كلنا عارفين كان بيلعب في الجونه تمام، و رحت سموحه لعبت سنه، كان الكابتن هاني العجازي كان قعدت سنه في سموحه، وبعد سموحه كنت في سكه الحديد. سكه الحديد وحاليا ما زلت في نادي السكه الحديد. تمام. محمد رمضان، مش محمد رمضان الممثل ولكن محمد رمضان اللاعب، انت مواليد 2006. انت في نادي الترسانه موجود بقالك قد ايه في نادي الترسانه؟ يعني حوالي شهرين. هذا الموسم لسه جديد. تمام. كنت فين قبل ما تروح الترسانه؟ نادي ايه؟ انا بدات في نادي نغروس انا، بعدين رحت عند الكابتن شيكا الاكاديميه، بعدين الكابتن شيكا وصلنا لنادي الترسانه. تمام. نادي الترسانه بتتعامل هناك ازاي والتدريبات؟ معامله حلوه والله. نادي الترسانه نادي كبير. مبسوط في نادي الترسانه. كابتن شيكا، رياض موجود في نادي السكه الحديد، اعتقد لعب في فرقتك، شايف مستوى رياض في نادي السكه الحديد ازاي؟ لعب كويس، بيلعب باك رايت، طبعا مواليد 2001 بس بيلعب معايا في فرقه 2000 متصاعد معايا، يعني لعب كويس جدا، يعني ان شاء الله بنتمنى له خير، ومسافر ان شاء الله كمان 15 يوم راح تالي تركيا او حاجه زي كده، ايطاليا فيرونا. ايطاليا، فان شاء الله ربنا يوفقه هناك ان شاء الله. ان شاء الله. ايه موضوع السفر ده؟ عرفنا كده. كابتن محمد ميدو كنت تواصلت معاه، ده وكيل لاعبين، وكلمني على موضوع ايطاليا ده، فانا خدت الموضوع بجد يعني، وفعلا هو كمان ساعة فيه بعت للنادي بياناتي وكده وسيفيليا. خلاص انت جاهز للسفر يعني؟ أيوة. كل اجراءاتك انتهت الحمد لله، دعوه جت، مستني التاشيره ان شاء الله. هتعمل ايه مع نادي السكه الحديد؟ السكه الحديد اكيد يعني هنتكلم برضو مع الناس، لما تتاكد من السفر هتبدا تتكلم مع النادي عشان تشوف انت هتستمر، هتروح ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. ايوه ان شاء الله. محمد رمضان، نادي الترسانه، طموحك انت في الترسانه حاليا وانت لسه صغير، شايف تطلعاتك بقى عايز تروح فين؟ الترسانة محطة ليك لأي نادي من الأندية؟ الحمد لله دي بداية كبيرة، وأتمنى يعني إن أنا ألعب في الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك، يعني ما عندكش نادي بعينه، يعني جالك عرض من الأهلي هتروح، جالك عرض من الزمالك هتروح. ده شيء جميل إن يكون في عندنا برعم من البراعم مش عنده وجهة واحدة، أنا الأهلي بس يا بلاش أو الزمالك بس يا بلاش، أهلي أو الزمالك، لأن الفرقتين دول يا جماعة فرقتين كبار. رياض الوقت بيجري، هكهربك برضه تاني. نادي السكه الحديد اكيد استفدت. كابتن ميمي طبعا احنا صعدنا 2001 فرقه الكابتن شيكا، ان شاء الله برده الكابتن شيكا ماسك معانا 2000 لسه ماسكنا، برده في
في شغل معانا كتير عشان برضه فرقه 2000 تصعد. خلاص احنا اتمنى على فرقه 2001 اللي احنا خلاص هنصعد واللي احنا صعدنا خلاص يعني. ودوري القطاعات هيبدا يوم 23 عندنا في 2001. فاضل لنا 3 دقائق، الوقت بيجري بيقولوا لنا في الاربيز 3 دقائق. هناخد كده كلمه من محمد رمضان ثم كلمه من رياض ونختم مع نجمنا الجميل شيكا. محمد عايز تقول ايه وتوجه كلامك لمين؟ بوجه كلامي للكابتن شيكا وهم اللي عملوا كل حاجه معايا عشان تساندني والعب في اي نادي ان شاء الله. محمد رمضان نستضيفك وانت في نادي كبير على الرغم ان نادي ترسانه نادي كبير وربنا يوفقك ان شاء الله. رياض انت هتسيبنا وتسافر، عايز تقول ايه وتوجه كلامك لمين؟ والله احب اشكر طبعا ابويا وامي اول حاجه، دول تعبوا معايا جامد، وكل اصحاب اللي وقفوا معايا والكابتن ميمي كابتن شيكا ان شاء الله بالتوفيق يعني ان شاء الله. بشكرك بشكرك يا محمد. كابتن شيكا حابب تقول ايه واحنا بنختم حلقتنا النهارده ان شاء الله؟ اول حاجه طبعا النهارده احنا مفتقدين طبعا نجم السيكا الحديد احمد صالح طبعا للامتحانات بتاعته ان شاء الله ربنا يوفقه طبعا نجمنا الجميل. تاني حاجة إن شاء الله أنا بشكر ربنا طبعا وبشكرك طبعا على البرنامج الجميل ده طبعا كرة في أسبوع، وإن شاء الله يكون من أحسن برامج مصر إن شاء الله. حبيبي يا كابتن إن شاء الله ما عندكش أي كلام تاني عايز تقوله ولا مفاجآت ولا أي كلام؟ هو المفاجآت بتاعتي كان ماتش إن شاء الله بتاع المدير بتاع دوري أبطال أفريقيا بتاع اليد، كرة اليد. كرة اليد هي دي المفاجأة، مفاجأة جميلة إن الكابتن شيكا كرة قدم ولكن متابع جيد لكل الألعاب الرياضية. طبعا الوقت بيجري جدا يا جماعه، ان شاء الله احنا هنتكلم مع اداره القناه ان احنا نطول مدتنا شويه، لان طبعا انتم عارفين كره القدم مليئه بخباياها مليئه باسرارها. بنتمنى التوفيق لنادي الاهلي امام النجم الساحلي، طبعا نادي الزمالك امام مازيمبي، هم دول ان شاء الله ربنا يوفقهم لان الكره المصريه. ايضا نادي بيراميدز ونادي الاسماعيلي عندهم مباريات قويه، نادي الاسماعيلي والاتحاد هيلعبوا بعض في المصري. البطوله العربيه والنادي المصري في بطوله الكونفدراليه هو وبيراميدز. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، والدوري المصري ان شاء الله يكون من اقوى الدوريات، مع اني حزين على عدم رجوع الجماهير الى الكره المصريه. بتمنى ان شاء الله ان الجماهير ترجع، بتمنى ان احنا كلنا نكون سعداء، ونتمنى التوفيق ومن بكره نتفرج على الدوري الممتاز ويكون عندنا كره حلوه ان شاء الله. الحلقه القادمه هندخل معانا بقى فقره الكره العالميه باذن الله، بنذكر كل جميع فريق العمل الكاست كله والمخرجين الجمال ان شاء الله الجمعه القادمه السادسه مساء على الصحه والجمال. السلام عليكم.